يا ربي. وما أثرى هذه الحياة بما طبع عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة، وبما طبع عليه من الخلق الكريم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يداعب أهله، وكان يداعب الصغار، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. من حياة النبي مع الشيخ محمد عبد الباعث، يأتيكم بإذن الله من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.